صناعة السيراميك المتل كماتيريال هو مادة فخارية أو طينة فخار وعليه طبقة جليز وخزف. ده مكوناته كسمك. يعني احنا لو بصينا لدي كده ده فخار ده جليز وخزف. سمكه 6 ملي بيوصل لتسعة ملي. سمكه كله 6 او 9 ده بيبقى فيه جزء من 10 هو اللي واخد طبقة الجليز او الخزف. بعكس البورسلين، البورسلين كله خامة واحدة. يعني لو بصينا هنا في دي سمك دي كده وبصينا سمك دي، بص شايف الفرق؟ هنبص الظهر دي وظهر دي، يبقى الفرق بينهم ده كله ماتيريال واحد. فبالتالي لو انا قعدت احك فيه احتكاك ووقت ومش عارف ايه فلونه مش هيغير لان هو نفس الخامه لما يتاكل. بعكس ده الطبقه اللي فوق هتتشال فيبتدي يبهت يجرب يتخربش وبعد كده يتظهر لي ايه؟ الفخار. زي حته زي اللي هنا اللي هي دي كده لو بصينا عليها تبقى بص متاكله. ده دليل ان ايه؟ المكان ده مثلا كان في مكتب هنا وكان في حد قاعد هنا على طول، فالاحتكاك بتاعه عمل ايه؟ ضيع الثمره او الطبقه اللي عليه. او لو انت قاعد عند الحلاق كده هتبص حوالين الكرسي اللي هو بيحلق هتلاقي قلنا الطبقه ايه؟ متاكله مكان ما هو رايح جاي على المكان ده. البورسلين الاثنين كماتيريال مش هنقول الاثنين وحشين ولا الاثنين حلوين. ليه؟ يعني لو سيراميك قطع ليزر شبهه زيه زي البورسلين مش هيفرق كتير، اول ما يركب ما بيتعرفش. يعني لو ركب ما عرفوش، ما حدش يعرفه من بعضه. يتعرف امتى؟ وهما الاثنين قدامي كده. طب هنرجع تاني للسيراميك، خلينا نتكلم على السيراميك اكتر. مصانع السيراميك اللي موجوده او المصادر بتاعتها طبعا كليوباترا جوهره. لا لو قطع ليزر، لو السيراميك قطع ليزر لا طبعا يقتل اللحام، يقفل اللحام. ما هو قطع ليزر يقفل اللحام، ما هو معمول عشان كده. طيب كده ده ما فيهوش سقيه؟ لا بيسقي، بس اللي بياخد ما بياخدش خلاص. يعني كده كده هتمشي عليه سقيه، فاهم؟ لان اللحامات برضو وارد جدا يكون لو مفتوحه جزء من ملي ما دي هتاخد ميه. بس تقطيع الليزر بيبقى كلهم نفس الابعاد ولا في ابعاد؟ ما انا لسه هكمل، هتيجي الحته دي. طيب نرجع تاني بقى للمصادر بتاعه السيراميك. عندنا الجوهره، كليوباترا، رويال، رينوفا، جروريا، كل دي مصانع سيراميك. افضلهم في السوق جوهره، افضلهم واغلاهم جوهره. بعد كده بقى عادي في مصر كلها مفيش بلاطه فرز اول حتى لو مكتوب عليها فرز اول، ماشي؟ طيب السيراميك الفرز اول، ايه الفرق بين الفرز الاول والفرز الثاني والثالث؟ ثلاث حاجات. لا ثلاث درجه لون. لا حجم البلاطه، حجم البلاطه. تمام. ليه بقى؟ طيب حجم البلاطه اللي هو المقاس ده، لما احط دي على دي كده واخدم بصابعي هنا كده مثلا تلاقي دي طالعه بره شويه حتى لو جزء من ملي. يعني لو دي 40 دي 40 وملي، ده كده فرز تاني كده بيضايقني في التركيب. اعالج ده في التركيب ازاي؟ افتح لحام اخليه يكبر اللحام بتاعي اللي هو اللحام ده اللي بين السيراميك عشان العين تتوه ما تقدرش تجيب الفرق ده. طيب تاني حاجة السطح بتاعه نفسه هنا هتلاقي فيه حصوية رملة، حاجة خشنة، حتة مش عارف مالها مقشوطة. لو حاجة زي كده هنلاقي حاجة زي كده، حاجة زي كده، كل ده فرز تاني وفرز تالت. تمام. المؤابسة بقى، يعني ايه المؤابسة؟ يعني برضو ممكن البلاطة تبقى سليمة ومقاسها واحد وكل حاجة بس تطلع فرز واحد فرز تالت اللي هو ايه؟ المقابسة دي هحط الاتنين على بعض كده وشهم في وش بعض، هدوس هنا بص عامل ازاي؟ مقوس مع انه بورسلين، يبقى ده فرز ايه؟ ده يضايقنا في ايه بقى؟ اجي اركب يسنن. يعني ايه يسنن؟ يعني لو حطيناهم على الارض كده زي
كده احنا عاملين ايه؟ لحام اهو صح؟ لو مشيت الشوز بتاعي كده الجنيه ما يجريش طبعا، الجنيه ما يجريش بالظبط، مش مخدمه مع بعضها، ده اسمه مسلم ماشي؟ في مقوس على جنب وفي مقوس من النص، يعني ايه؟ في خدم القرن ده وخدم القرن، الاثنين دول مخدمين بس مقوسه عاليه من النص. في واحده العكس، الاثنين مخدمين بس نازله من النص. في الحالتين ده فرز ايه؟ تالت. يعني انا ساعات ما باجي استلم بمشي كده بالشوز كده وافضل اعمل بالكعب الجزمه كده، كده انت بتستلم تمام. طبعا السيراميك بالمتر المربع في الارضيات، الوزر متر طولي، حساب الوزر بيبقى 3 من الارضيه، 3 متر تحسبه متر من الارضيه. يعني لو الارضيه ب 30 جنيه يبقى المتر الطولي بكام؟ ب 10 جنيه. يعني في ناس بتحسبه الاثنين مش صح، يعني دي ناس مغلوانية، انا بتكلم الطبيعي. في ناس بيحسبوا لك يقول لك سطحه زي الارضيه. ده في القنار قال لنا طيب، يعني هي يعني انا قصدي ايه، في ناس دي بترجع، انا بتكلم عن النورمال الطبيعي بتاعنا ايه. طب القنار ده المفروض يتحسب بالمتر ولا يعني ايه القنار؟ اللي في لو انا عامل سجاده لا ما فيش حاجه بتحسب بالمتر، هو بيتحسب في وسط الارضيه. ما قال لي ده بيتحسب بالمتر. البلاطه جايه متقطعه ولا هو قطعها؟ هو قطعها. اه يبقى ماشي، ياخد فرق التقطيع، انما هو المفروض تركب عادي. لا ده كان هيحسبها متر طول، قلت له لا دي كده عايز احسبها متر طول، قلت له لا لا دي 100 ودي 100 كده في اول. طيب يعني حد قال لي السعر ده قبل كده؟ لا كده كده يا اما لو متقطعه بتخش في قلب الارضيه، لو هو المقطعه بيتحسب له التقطيع بتاعها. طيب السيراميك بقى ايه؟ قلنا السيراميك بيتجاب بالمتر، انما في مشكله ان هو بيتباع يعني ايه، بيبقى محطوط في كراتين والكراتين مش متر. يعني ايه الكراتين؟ بتبقى من 144 ل 188 سم. فانت المطالب منك ان تتحول الكراتين لامتار. يعني انا عايز 180 متر والكرتونه فيها 100، عايز 180 متر مسطح والكرتونه فيها 180 سم، يبقى انا عايز كام كرتونه؟ 100 صح؟ ايوه. الكرتونه فيها 140 سم وانا عايز 140 متر، يبقى اجيب كام كرتونه؟ 100. فانت بتحول الرقم زياده 10%، بتحول الرقم. خلينا ناخد واحده واحده. طيب انت مستعجل ليه؟ هم ما عملوش لسه، ما دي وقت فيها انا عاوز ماشي. طيب ما احنا لسه هنقول اهو. طيب ما انت لازم تحط 10% هالك، كده كده لازم تحط 10% هالك على الحصر. طب احنا بنيجي بنحصر الاوضه دلوقتي، انا عايز اعمل طلبيه سيراميك سواء مع العميل او انا اللي هعملها، العميل بيختار لي النوع او الشكل ونتفق على الفرز، حاول نقنعه بالفرز التاني انه ما بيركب ما فيهوش، ما بيبانش فيه اي غلطات على فكره، ومحدش بيعرف فرز تاني من تالت من 17، ادام ركب في الارض انا ما اعرفش ده ايه، خلاص المرحله دي عدت ماشي. فخلاص هو اتفق وحددنا نوعه ايه، هنيجي بقى لايه، هنحصر الاوضه دي ازاي عشان اجيب لها سيراميك. طيب طول في عرض 4 في 4 دي 16 متر صح، واروح لافف في الداير ده عشان الوزر، الداير ده اللي هو ايه 4 و4 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 صح، 4 4 بكام؟ 16 في ارتفاع 10، الوزره من 8 ل 10 سم ما بتزيدش عن كده. يعني 8 سم صح، 10 سم صح، 12 غلط، 11 غلط، 15 غلط، 5 غلط. ماشي دي الارقام اللي هي النورمال يعني. خلاص؟ فالمفروض ان انت عندك بقى ال 16 متر دول هتقسمهم على 10 عشان يبقى انت عايز 160 سم للوزر، وعندك 4 في 4 ب 16 يبقى كده 17 متر و70 سم. سوري و60 سم صح؟ 10% هالك يعني 170 تاني هالك صح؟ يبقى دخلت لك في ايه؟ 20 متر. طب الكرتونه؟ الكرتونه بقى لما اروح انا اشتري الكرتونه فيها متر ونص. حلو، يبقى انا عايز كام كرتونه؟ ادي 10 كراتين ب 15 متر صح؟ وادي 3 كراتين ب 4 متر ونص، ادي 19 متر ونص. يبقى هجيب كرتونه كمان. تمام؟ معايا؟ اه. 4 في 4 دي 4 في 4 ب 16 متر مربع. بضرب بقسم على كام؟ على رقم الكرتونه. على رقم الكرتونه. الرقم المكتوب على الكرتونه زي ايا كان، انا بدي امثله على فكره. يعني 140 متر ونص تلاقي 166 188 في بلاط 188 حسب كام بلاطه في مش كام بلاط لا على حسب ابعاد البلاط
هي بتيجي على حسب اول البلاطه، انما انت هتحسبها على حسب الكرتونه. يعني دلوقتي الكرتونه 180 سم وانا عايز 20 متر برضو، هتجيب كام كرتونه؟ كرتونه كام سنتي؟ 180. ال 10 كراتين ب 18 وكرتونه كمان ب 180، 18 و180 19 متر 20، طب باقي 80 سم يعني لو كرتونه. فهمت؟